هاي جيف، ازيك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله اشتقت لك. انا اكتر والله. سوري يا جماعه ما عرفتكوش. جيف على فكره كان مستر لبنان. والله اميره، مريم، روداينا و المدام سلمى. وين اختفيتي من وقت المسابقه؟ عن جد لو ما انت وقت لقيتي لي الحاجات كانت راحت علي. ما قدرت اقول لك ميرسي، بس عنجد هلا بقول لك ميرسي ميرسي كثير. كمان يا جيف اتس اوكي، ميرسي. عن جد انا مضطر امشي، عن جد فرصه سعيده وعن جد ميرسي. احكيني. اوكي باي. حاضر. ياه سبحان الله، شبه احمد خطيبي بالظبط. يا سلام سلمى، ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ انت فين؟ ايه انا موجوده بقالي كتير، ولا بشوفك ولا بتتصلي ولا بسمع صوتك خالص. معلش معلش والله غصب عني. لا انا زعلان منك بقى. مش هتعرفينا؟ سوري. محمد حجازي يا جماعه المدرب بتاعي، واميره انتي. اهلا اميره. مريم، روداينا صحابي وكده يعني. وكده ازاي يعني بالنسبه لجوزي اللي اتمنتجت دي؟ لا بس انا عاوز اقول لك حاجه، انت لازم تبتدي ترجعي تلعبي تنس تاني عشان انت بصي تقنتي قوي. ايه يا ابني انت سكران ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انا المدرب بتاعها. انا المدرب بتاعها. في ايه ده؟ مدرب ايه؟ زي اختك. زي اختك. حط ايدك عليها ليه؟ زي اختي. في ايه؟ زي اختي. في ايه؟ ده مغور بقى. بس على فكره انت ماليتي قوي يا ابني. ولا خد ده. اقف يا وسخ. ممكن خلاص بقى يا عمر. خلاص ايه وزفت ايه دلوقتي؟ يحط ايده عليك بتاع ايه؟ عارف يا عمر اكتر حاجه بحبها في احساسك ايه؟ انك بتاخدني في حضنك بعد اي لحظه حلوه بينا، مش زي بقيه الرجاله يتقلبوا كده ويدوا ظهرهم لمراتاتهم. انت بقى اكتر حاجه بتحبها فيا ايه؟ عمر عمر عمر. ايه دي عبيطه؟ ايه دي؟ في ايه؟ في ايه؟ انت متصدقي كده؟ انا بقى بحب فيك كل حاجه، بموت في كل حاجه فيك، عشان انت احلى ماما واحلى ماما ربنا خلقها. بموت فيك يا زلومه. بس ما بحبش كلمه عندي ظروف دي. سلمى سلمى تعبطي حركات. انا دي يا بنت عيب. سلمى نمت بجد؟ زي القمر وانت نايمه بتبقي شبه الملائكه. يا حلاوتك وانت بتطبخ ومسيطر كده. يا حلاوتك يا ابيض يا ابيض يا عرسي. ايه القمر ده؟ وحشتيني. ده اعتبر ان دي وانا كمان. تصدق انت فايق ورايق. انا بعمر ناولني اللي من هناك. النبي وال هناك فين بالظبط؟ قومي افتحي الباب. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ابيض؟ ازيك يا عرس يا كبير انت؟ ازيك يا عم اللماضه؟ ازيك يا سلمى؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ دي حته من العيال كبرت مش كده؟ جاموسه راحت تقابل جاموسه. جاموسه راحت تقابل جاموسه. عيني ملقتهاش جاموسه يا ليلي. لا تبقرى يا عيني. ولا لا 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 لا. ايه القرف ده؟ وايه الكلام السخيف اللي انت بتقوله لمراتك ده؟ جاموسه ايه وبقره ايه؟ وايه اللبس اللي انت ملبسه لهم ده؟ انا داخل انام جاتك القرف. شفت يا سلومه يا حبيبتي مالك بقيتي كشريه ليه؟ بنضحك معاكي يا بنت يا بنت يا بنت. وبعدين اللي انت لابسه على طول ده نفسي اشوف شعرك يا حبيبتي. في ايه يعني؟ ده انا زي جوزك يعني. يا اخي انا مش فاهمه انت ليه ما طلعتش زي ابوك رزين وعاقل كده. برنس برنس.
بتضحك علينا؟ بتضحك علينا؟ ايه؟ لقيتها مريحة الصراحة. وبالمناسبة طلعت يا محلى جرعة شمس الشموس. يلا بنا نملى ونحلم لبن الجاموس. لبن الجاموس. لبن الجاموس. بس ايه ده؟ انت بتشوط فيا؟ مش لاعب. خدني معاك. انا مخنوق من الست اللي بره دي، حاسس ان انا متجوز خالتي نبويه. عمر حبيبه قلبي جايلك. اعمل ايه بس؟ اعرف عليها واحده؟ ما هي دي سكه اللي زيك، اللي ما عندهمش شخصيه وبيستسهلوا فيهربوا من مشاكلهم مع واحده ست تانيه تلبس معاهم في حيطه اكبر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبه لك انت صغيره، لكن بالنسبه لهم تبقى مصيبه لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقه والقلم، بالساعه والثانيه. الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفه قوي قدام اي كلمه حلوه تتقلها من اي حد، حتى لو كان بواب عمر ده. عم حامد طب اعمل ايه بس؟ محتويها. افتكر مواعيد المناسبات اللي بينك وبينها، وفي المناسبات دي دلعها، خرجها، جيب لها ورد، شموع، هدايا. يا اخي خدني قدوه، مثل اعلى تحتذي بيه. اتعلم الرومانسيه من ابوك يا اخي. الو ايوه نهله، عايزه ايه؟ بقالك ساعه نازله تن 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 تن. ايه مش عايز اتكلم مع الواد كلمتين؟ نعم عايزه ايه؟ اه فالنتاين؟ فالنتاين ده ايه يا روح النونه؟ انا مش بتاع فالنتاين. لا 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 لا، انا ما بحبش الحاجات دي.